أسرار شرق أوسطية. اكشف فما خفي أعظم مع عبد الحميد العوني. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. أول تغريدة هي التي أمامكم وتكشف الخطورة التي دخلتها حرب أوكرانيا وروسيا عندما أرسل بوتين المسلمين الشيشانيين لقتال المسلمين القرم كي يتأكد على أن حرب ليست دينية بل هي بين قوسين لروسيا العظمى. هذا الذي يجعل الأمور أكثر تعقيدا عندما سنجد أن هناك قتل الآن وجرحى بدون عدهم. هناك أكبر حرب صامتة وخطيرة تدار اليوم في قلب القرم. أولا لأن الشيشانيين زادت تعويضاتهم أنهم في الخط الأول بحيث أن هناك من يرغب في قتل الشيشانيين أيضا. فكل الصفوف الأولى من المسلمين الشيشان والذي بعدهم والذي يراقبهم هم من جنسية تسمى الأرثوذكسية. يكفي أن هناك شعار اليوم يقول بالحرف في داخل القرم ليس الجنسية الروسية بل الجنسية الأرثوذكسية. أصبحت حربا دينية يقودها الآن بوتين. وأمام كل ذلك يجب على المسلمين في روسيا أن يكونوا هم الوطنيون وأن يحموا روسيا البوتينية التي تحاول اليوم أن تحيي روسيا القيصرية. لا يتوقف الأمر عند هذا. أمام الأجور المرتفعة والتعويضات والخط الأمامي وإبقاء ما يسمى بشعار الأرثوذكسية أو الجنسية الأرثوذكسية أو الجنسية الروسية وأكثر من سمت يتزعمه الشيشانيون ضد المسلمين التتار وهم الذين يقومون بأي عقاب موجه لهم. فالشيشانيون هم الذين يقومون بذلك، إحراق المنازل إن أمكن، الضغط للتهجير وغير ذلك. كل ما يجري اليوم في القرم صعب جدا، والذين يواكبون يتأكدون بشكل ملموس أن الذي يسقط حاليا في الخطوط الأمامية مع أوكرانيا وفي القوات الخاصة هم شيشانيون مسلمون. هناك من يعتبر القتال اليوم بالنسبة للشيشانيين ببساطة لأنهم يقاتلون مسيحيين أوكرانيين، فالأرثوذكس الذين من خلفهم يقولون بالحرف عليكم أن تنطقوا كما تشاءون بشهاداتكم لأنكم تقاتلون من غير دينكم. هكذا يقوم الشيشانيون بمواجهة الأوكرانيين. هذه زاوية أولى وزاوية خطرة جدا يمارسها بوتين بعنف. أما بالنسبة للعمليات الخاصة وبالنسبة لما يجري حاليا في القرم فالكل يدور مع الشيشانيين، فهم في الخطوط الأمامية وهم في القوات الخاصة للتهجير لتهجير التتار نحو الشيشان أيضا. وهذا غريب بحيث أن هناك شخوص ولديهم وزن في المجتمع القرمي يؤخذون مباشرة إلى الشيشان وأنذاك يتم ضبطهم لأن رئيس إقليم الشيشان جعل من تتار الذين يخرجون عن السلطة بمثابة خروج عن الحاكم العادل. على كل حال فهذه تفسيرات صوفية لا يمكن للعربية أن يفهمها بتلك الدقة لأنها مشوشة للغاية، ولكنها مهمة لأن من الثابت في هذه الحالة أن أغلب ما يجري الآن هو محاولة مسخ كامل لمسلمي القرم الذين لديهم ارتباط أكبر بالإسلام الحنفي التركي أو الإسلام الأحناف. أما بالنسبة للمتصوفة للشيشانيين عموما أو الذين يحكمون الشيشان على وجه أصح لنقول على أن الطغمة التي تحكم حاليا
في الشيشان، في إقليم الشيشان، هم الذين صنعوا عبر قليل من الصوفية وكثير من الشوفينية بعضا مما يمكن رفضه بطبيعة الحال، وشعب الشيشان يرفضه بشكل كامل. لذلك فما يجري حاليا ومحاولة مسخ الإسلام التركي الحنفي من داخل التتر القرميين، وهذا ما يكرسه حاليا بوتين ومخابراته، لأن المهم بالنسبة لهم هو الوصول إلى 5 أهداف. الهدف الأول هو فصل إسلام القرم عن الإسلام التركي، وصناعة ما يسمى بالإسلام الشيشاني الرسمي لهذا الإقليم كإسلام روسي مقبول فقط. هذه الزاوية الأولى. الزاوية الثانية أن الشيشانيين الذين يقاتلون حاليا ضد المسيحيين الأوكرانيين الراغبين في تحرير مسلمين هم على وجه الخطأ، وبالتالي فإن الجهاد في حقهم جائز على هذه الملة. ثالث مسألة أن بوتين في نظرهم هو حاكم عادل، لذلك فلا يجب الخروج عنه، ولا بد من استمرار المسلمين في روسيا ولن يكون إلا مع بوتين. المسألة الرابعة والهدف الرابع هو تصوير بوتين على أساس أنه زعيم أمة وأنهم جزء من هذه الأمة، فلا يمكن القول الآن أن هناك شيشان وهناك قرم وهناك الأمة الروسية التي ضمن مسلمين أو إسلاما روسيا، وهذا الذي يشكل في نظرهم هامشا للمناورة في الدعاية القرمية. أما بالنسبة للمسألة الخامسة فإن الإسلام الجديد أو الإسلام الذي يقوم الآن في القرم، فكل ما يجب معرفته هو أنه مشوه للغاية، إلى درجة أن الخدمة اليوم ضد أوكرانيا وضد مسيحيها تعتبر جهادا. على كل حال فهذه البروباغندا الموجودة حاليا، لكن المهم هو التهجير وهو التطليق وهو تدمير العائلات والتجنيد الإجباري القسري وما يعانيه تماما الإيغو في الصين وما يعانيه الآن القرميين في روسيا. لذلك فما يجري في شبه الجزيرة ليس عاديا، وهناك رغبة في أن تكون كل قيادة للقرم بزعيم شيشي بقائد شيشاني. لذلك فكل هذا الذي يقوم عليه حاليا الجيش الروسي في القرم، كل الشيشانيين، كل من يعتبر مسلما هم في الجبهات الأولى، وهذا الميز هو ميز ضد المسلمين في القرم وميز آخر ضد المسلمين في المؤسسة والجيش الروسي. ويزيد الأمر عن ذلك بأن هناك اليوم ما يسمى بقوات خاصة للشيشانيين موجهين أساسا لقتال المسلمين الأتراك الذين يعملون كقوات خاصة تركية، وما يموت حاليا من كلا الطرفين، من كلا الطرفين في القوات الخاصة التركية ومن ثم الروسية في هذه المنطقة المشتعلة، سنجد أن هناك القتلى 6 من الروس كلهم شيشانيون، وأن الجرحى 14 كلهم شيشانيون. إذن كل الذين في الجبهة الأمامية هم شيشانيون. لذلك فإن هذه التويتر التي تكرر تؤكد مدى هذه العملية، مدى دقة هذه العملية بالنسبة للشيشانيين ومحاولة الروس جعلهم بمثابة المحرقة أو كبش المحرقة تماما أمام إخوتهم من القرم، لأنه من جهة يزعزع قناعة المسلم لأنه يقاتل مسلما ثانيا، ويزعزع مرة ثانية لأن القتال الآن بين الشيشانيين الروس على الجبهة الأولى في الجيش الروسي
في مقابل مسيحيين. وهنا يطرح السؤال، كيف يلعب بوتين بالدين في هذه العملية، رغم أنه يوجه بالأساس أكباش فداء شيشان ضد هؤلاء المسيحيين الأوكرانيين؟ وعندما نذكر هذا، فإن المسيحيين الأوكرانيين يساهمون في الجهاد المقدس الصليبي لأنهم هم يقاتلون ما يجب أن يقتل، لأن المهم هو إبعاد المسلمين، وإبعاد المسلمين سيوحد أكثر جزيرة القرم وسيضع روسيا في مأمن كبير. فنحن نعلم أن الشيشانيين قاتلوا بشراسة وآمنوا بأن هناك شعب شيشاني، فالقومية الشيشانية التي ليس لديها ظروف جغرافية تسمح بالاستقلال، ورغم ذلك فهي قاتلت وقاتل ناسها بشراسة وبجهادية عالية. أما بالنسبة للقرم، فإن المسألة الجيوسياسية تخدم التحاقهم بأوكرانيا، ثم ثانيا أن هناك طابع جغرافي يسمح بذلك. إذن الحجة القانونية والحجة الجغرافية تسمح بهذه القفزة، وهذا مهم جدا. فإن الإيمان البوتيني بأن هناك شيشانيون يقاتلون بهذه الشراسة لصالحه وهم مسلمون، فهذا الذي يعتبره النصر الحقيقي وليس نصر الكنيسة التي تقاتل الأوكرانيين. فالمهم هو أن يذهب الدم المسلم ما بين مسيحي من خلف، إن تراجع الشيشاني قتله وأمامه الأوكراني من الجهة الأخرى فهو في كل الحالات هو الضحية. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.